إن المملكة العربية السعودية قدمت إدارة الركن السويسري لعمان فقط في مول عمان في مسقط وفي جراند مول في صنعاء، قدمت لكل فرع 300 كوبون، يعني أنت تدخل المحل يقدمون لك هذا الكوبون بالمجان، تخليه في جيبك وتستغل ضرب العرض الناري من 40 إلى 70% على الساعات، على الماس، على المنتانا. يا أخي تعال واستغل، خليه في جيبك بس من الركن السويسري. يا عالم تخيلوا بهذا الكوبون ايش راح يصير معك؟ راح يصير معك انه الساعات هذه الفخمة الاكثر طلبا وصل سعرها الى 70%. الفضية هذه النسائية الاكثر طلبا ام الارقام العربية كان سعرها ب 125، تخيل الحين صارت بكم؟ بالكوبون صارت فقط ب 37 ريال من دايموند هيل. اما النسائية هذه ها كثير الطلب عليها، سعرها السابق ب 145، شليها يا حرمة فقط ب 43 ريال فقط بهذا الكوبون، استغلوه حقيقة. ولأول مرة أعلن للركن السويسري ويسويها كذا. يا رجل تخيل، أنا صورت لكم كم من ساعة فقط قدامكم، هذيل كل الأكثر طلبا عليهم من الرجال والنساء، خلوا عليهم 70% عرض ما يتفوت لمدة أسبوعين فقط من الركن السويسري. يا أخي تخيل نفسك بتحط في يدك ساعة سويسرية جلد عليها ضمان، إن بغيت الجي إف، إن بغيت المنتانة، هذين الساعات الرجالية اللي قدامكم عليها 50%. استحلفتك بالله، شوف شوف الجماعة سويسري، شوف الرقي قدامكم، هذا الجانب 50%، هنا تعال هذين عليها 50%، والله تحتار ما تعرف إيش تختار أبدا. وقدامكم أيضا هذين الساعات اللي قدامكم كلهن الرجالية 50% لمدة أسبوعين. دلع دلع، أكبر عنصر مدلع في الركن السويسري هم الحريم، بربك نشوفن. يا الله يا الله على الجمال. على فكرة الجي إف اللي قدامكم عليه 50%، حطي في إيدش حاجة فخمة من الركن السويسري. ها عينك 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 على الجمال يا عيني، هذا كله في الركن السويسري. يا مسلم هذا ألماس، يا مسلم هذا صنع لك في سويسرا، عاملين عليه 65% الألماس الرجالية. لا لا لا، عينك تحت، عينك تحت، عينك تحت، شوف الجمال وشوف الأناقة، حطها في يدك وتكشخ. العرض فقط لمدة أسبوعين على ساعات الألماس الرجالية في الركن السويسري. تباصري تباصري، استمتعي من قدك هذا، تحطينه في يدك، ألماس ضمان مدى الحياة. شوفي قدام شا، ترى الساعات الرجالية والنسائية الألماس ضمان مدى الحياة من الركن السويسري، صنع كله في سويسرا، حاجة فخمة تحطيها في إدش من الركن السويسري عليها 60% يا حريم، زوري فقط لمدة أسبوعين. حالاً عطنا حسابهم أو رقم تواصل أخي، بحط لكم صورة رقم صلالة. الجماعة عندهم فرعين، مول عمان في مسقط وعندهم في صلالة جراند مول. استلم الرقم من الركن السويسري وتوكل على الله.